اسمع ماذا قال الله عز وجل عن خلقنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا في الدنيا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.